حياك الله دكتور، الله يعافيك. الله يحييك. اي والله عسى ما شر. دكتور، يعني قاعد نشوف بالفتره الاخيره ناس وايد تشتكي من اللقى وان قمتها ناس لاموا التغيرات اللي قاعد تصير بالجو وتغير الفصول، وناس لاموا الاوضاع يعني اللي قاعد تصير بالعالم. شو السالفه؟ يعني شوفي، لما نتكلم عن الضيقة العادة الناس قاعد تفكر بمرض الاكتئاب، وطبعا في فرق بين الحزن الطبيعي ومرض الاكتئاب. الإنسان ممكن يحزن لأي سبب، مثل ما ذكرتي، تغيير فصول، أحداث صايرة شخصية أو على مستوى العالم. يعني طبعا الأحداث اللي قاعد تصير الحين ماكو أحد ما يضيق خلقه. لكن مرض الاكتئاب شيء مختلف، مو حزن إنساني طبيعي، يعني يصل إلى درجة أن الواحد يتعرق لحياته. يعني الحين كل واحد عنده ضيجة ولا قمته اكتئاب؟ لا، لأن الشعور الحزن هو شعور إنساني طبيعي، مثل السعادة، مثل الواحد يعصب إذا قلق، يعني القلق طبيعي إذا الواحد عنده امتحان. متى يصير مرض؟ يصير مرض إذا عرق لحياته، وإذا كان في أعراض مصاحبة، وإذا استمر مدة طويلة. شنو أقصد أعراض مصاحبة؟ الشخص اللي عنده مرض الاكتئاب راح يكون عنده حزن، عدم استمتاع، مشاكل بالنوم والأكل والطاقة والتركيز، ممكن يوصل إلى درجة أنه يفكر أن حياته ما تسوى وأنه يعني يبي ينهي حياته. فهو مرض بالمخ، بالتواصل العصبي بالمخ، في المناطق بالمخ اللي تتحكم بالمشاعر. يعني هو مرض عضوي؟ هو مرض عضوي في عضو بالجسم اللي هو مخ الإنسان. مخ الإنسان هو كمبيوتر الجسم، فيتحكم بالحركة والنطق والكلام والإحساس، ويتحكم بالمشاعر وبالسلوك وبالإدراك، وكل هذا يتأثر في مرض الاكتئاب، لأن الإدراك مثلا التركيز يتأثر بالاكتئاب. جميل. دكتور محمد، يعني بعد أنا ما راح فيك أكيد، وسعيد بوجودك معانا اليوم في الآن الكويت. وأعتقد الأجواء العامة تستحق أن نعطي مثل هذا الحيز وهذا الجانب من الحديث في ما يخص الصحة النفسية. الصحة النفسية دكتور محمد، خذينا صورة ذهنية أو انطباع ذهني من المسلسلات، من الأفلام، أن الرعاية الصحية أو الصحة النفسية مرات يقول لك أنا أخجل من مراجعة الدكتور النفسي، لأن في الأفلام في المسلسلات أعطونا انطباع وصورة ذهنية أن اللي يروح مينون. شكرا يا فاطمة. زائد لا، الحين مع المفاهيم والتوعية أصبح التعريف عريض. صح. مو بالضرورة اللي يكون عنده مينون مثل ما قالت فاطمة، لا، ممكن أنا فيني اضطراب نفسي من شيء معين، من اكتئاب، من قلق، من توتر، من أفكار. مفهوم الصحة النفسية والخجل من مراجعة دكتور نفسي. دكتور، أنت قاعد تشير إلى شيء مهم جدا نسميه وصمة العار. إيه؟ وصمة العار تجاه الصحة النفسية. ومثل ما قلت، وصمة العار يعني جزء منها كان الإعلام الشرقي والغربي. شكرا. لمدة طويلة طبعا بالعقد الأخير شفنا تغيير كبير ب يعني صورة الصحة النفسية بالإعلام. سابقا كان المريض النفسي يصور أنه مينون، حتى الطبيب النفسي يصور أنه بالضبط كاركتره يعني غريب بالضبط. عجيب، والروب الأبيض اللي يلبسون كياب كذي بهالطريقة، يعني يلبسون لهم هذا الروب الأبيض اللي تشتكون أيادي، وهذا أبعد ما يكون عن الواقع. الواقع الطب النفسي اليوم ما يعني مو بعيد يعني عن طب القلب أو طب الكلى أو الجراحة، لأن الطبيب النفسي دارس طب وجراحة. صحيح. في كلية الطب، ثم يتخصص في الطب النفسي. والطب النفسي هو شنو؟ هو الجانب الطبي اللي يهتم في مخ الإنسان في جوانب المشاعر والإدراك والسلوك. لكن التعريف العام دكتور محمد قلنا متجدد متغير، مثل ضغط الدم، وانت أخبر مني بهذه السالفة. قبل كان تعريف ضغط الدم شيء معين، دائما توصلوا إلى قراءات معينة أو معادلة معينة حتى توصل للمفاهيم. المفاهيم اللي قاعد تتغير، والتعريف الصحة النفسية أو المرض النفسي دكتور محمد. يعني التعريف وكذلك وعي المجتمع وكذلك تثقيف المجتمع. بالضبط. يعني أعتقد جزء كبير من دور الطبيب النفسي اليوم مو بس معالجة مريض في عيادة ولا حتى تدريس طلبة ونسوي أبحاث، الخروج للمجتمع وبالإعلام ونتكلم عشان الناس يصير عندهم ثقافة صحية. الثقافة الصحية بمجتمعنا بشكل عام واطية. يعني لما كنت أنا طبيب ممارس عام قبل ما أتخصص بالطب النفسي، عادي مريضي يقول لك عندي القلب. زين، شنو عندك بالقلب؟ مشكلة بالصمام ولا مشكلة بالشرايين؟ ولا قالوا لي عندي القلب. زين، شنو تأخذ دواء؟ أخذ الحبة الحمراء. زين، أي حبة حمراء؟ شنو صح. اسمها؟ فهذا الثقافة الصحية. انت متخيل الثقافه الصحيه مو عاليه، الثقافه بالصحه النفسيه اقل. بالضبط. فاحنا نحتاج مو بس اعلام، كذلك نحتاج تعليم على مستوى الابتدائي، المتوسط، الثانوي، نفس ما نثقف اطفالنا حول الاكل الصحي والصحه البدنيه وابتعاد عن الفاست فود والتدخين والاشياء اللي بالصحه العامه، كذلك لازم نثقفهم شنو الاشياء
الإيجابية اللي تخلي صحتي النفسية جيدة، منها الاهتمام بالبدن ومنها الاهتمام بالعلاقات ويعني النوم والجدول الصحي والعلاقات الصحية وكل هذا. دكتور يعني على الطاري الأطفال، يعني احنا كلنا ربينا على ان احنا نخش مشاعرنا او نتجاهل الموقف اللي نمر فيه. يعني قبل اذا كان في مرينا موقف مو زين يقول لنا طالع طالع هناك في طير ولا، يعني هل هذا صحيح ولا ان لازم نعود احنا الطفل انه هو يواجه مخاوفه، يواجه المواقف الصعبه اللي يمر فيها؟ يعني استراتيجيه النعامه نحط الواحد راسه بالضبط. يعني في طبعا يعتمد على السن، يعني في اشياء طفل صغير صعب يعني يواجهها او يفهمها، فنحاول احنا نكلم الطفل باللغه اللي هو يفهمها بالطريقه اللي يفهمها، ومرات عن طريق اللعب او الرسم ممكن نتفاهم مع الطفل. يعني لكن الطفل لازم يفهمنا في مواقف مثلا الاخبار هالايام. يا سلام عليك. يعني شلون تفهم طفل شنو اللي قاعد يصير بالعالم، شنو اللي قاعد يصير مثلا في غزه، يعني شنو لما يشوف المشاهد هذه بالتلفزيون؟ مو دكتور انا شلون اغرس فيه هذا المفهوم؟ انا ابي اغرس فيه هذا المفهوم، ابي اوعيه، ابي اعلمه ان عندنا قضيه، عندنا قناعه، عندنا عقيده، لكن في الجانب المقابل وعشان لا احد يفسرنا انت ايش فيك حساس، لا انا علشان الطفل في بعض المشاهد ابي احتويه، نعم. ابي احصنه، نبسطها شويه، نادر انه ما نبي نعقده، فنتكلم باللغه. يعني في فرق بين ان انا اتفادى اني اثقف تماما واني اصدم، يعني لازم ادرج، يعني لازم مو بس ادرج، لازم افهم المرحله العمريه اللي فيها الطفل وشنو ممكن يفهمه وشنو لا، وشنو المفاهيم، يعني مثلا الموت، الحرب، حق طفل صغير مفاهيم صعب يفهمها، ممكن يفهم الظلم، ممكن لان الطفل يحس بالظلم، صح. والطفل الاكبر ممكن يفهم اكثر، ويعني يعتمد على المرحله العمريه اكثر شيء. انزين والكبير؟ يعني هل الكبير الحين حاليا يعني مع هذه الاحداث اللي قاعد تصير بالعالم او المواقف الشخصيه اللي يمر فيها اللي ممكن انها هي الدخله من الحزن الى الاكتئاب، نعم، شلون الواحد انه يلهي نفسه او يطلع من هذه الحاله قبل لا تتعمق؟ اللي قاعد تقوله فاضي صدق، ترى في ناس تقول لك انا ما انام الليل، تقول لك انا ما انام الليل، تتاثر، وهذا شيء طبيعي. يعني شوف في احداث كبيره تصير بالعالم كلنا نتاثر، انا اذكر يعني يوم، طبعا كل يوم كلنا قاعد نتاثر، يوم تفجير المستشفى، صح. ما قدرت انام يومها، انا طبيب نفسي مو قادر انام، بس قاعد افكر مستشفى، يعني زملائي اطباء قاعد يشتغلون فيها، ناس ما لهم شغل بشيء، مساكين، يعني يعني في اشياء اذا احنا ما تاثرنا فيها كبشر، احنا مو بشر، يعني هي مو مساله والله انت عربي ولا مسلم ولا، هي مساله انت انسان، الانسان عنده مفروض مجموعه مشاعر وحاسيس، مو بس مجموعه مشاعر، قدره على التفهم، والتفهم هو القدره على الاحساس باحساس الاخر، النظر للعالم من اعينه والمشي باقدامه، وهذه القدره لازم ننمي فيها، يعني ننمي نفسنا فيها والاطفال فيها. هل قاعد تقوله سؤالك على موضوع انه شلون ما ندخل بالاكتئاب؟ صح. يعتمد، لان في ناس معرضين جينيا انه يدخل بالاكتئاب، صح. يعني مو كل انسان يمر بصدمه او يشوف خبر سيء راح يدخل باكتئاب، ممكن بس يمر بحزن انساني طبيعي. مثل بالضبط الربو. اليوم خلينا نفرض انا وياك، انا عندي قابليه الربو، انت ما عندك، الحين صارت عاصفه غبار ترابيه، منو فينا راح يكح؟ حضرتك؟ اثنيننا راح نكح، بس منو راح يصير عنده ازمه ربو؟ انا. فالستريس او الضغط راح ياثر على الجميع، لكن منو اللي راح يصير عنده مرض بسبه الضغط؟ هو الانسان المعرض جينيا. زين دكتور، هذا جيناتيك، هل تراكم الاحزان ايضا ياثر؟ كثرتها اي، يعني خلينا نقول مثل السكر، تمام؟ يعني هل كل انسان ياكل فاست فود راح يصير فيه سكر؟ لا. بس الانسان يصير ياكل فاست فود الى درجه يصير عنده سمنه مفرطه؟ نعم. فتراكم الصدمات النفسيه حتى اذا القابليه الجينيه ضعيفه ممكن تولد عند الانسان اكتئاب او اضطراب قلق او رهاب بعد الصدمه، ممكن. شفت اللي قاعد تقوله؟ بيك في جزئيه دكتور محمد، بس استاذنك، عندنا مجموعه تغريدات، انا مشكور اخوي احمد يقول عشان تكون دوم سعيد ومبتسم خليك مع برنامج هلال الكويت على تلفزيون دوله الكويت، شكرا على الثقه احمد وبارك الله فيك. تغريده اخرى من اهلنا في قطر، اخوانا والاحبه في قطر، ابو غايب دائما صديق البرنامج، يقول شكرا جزيلا لهلال الكويت وطاقم عمل البرنامج، ما هو الفرق والعلاقة بين المرض النفسي والمرض العقلي؟ أيما أشد خطورة سواء كان على المريض نفسه أو أسرته أو على المجتمع بشكل عام؟ أخوكم بغايب من قطر. السؤال واضح يا دكتور. السؤال يعني جيد، بيوضح نقطة، أن كأن السائل قاعد يفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي، وهذا غلطة شائعة عند الناس. العقل هو المركز، هو مصدر النفسية،
تمام؟ يعني الحين الانسولين من وين جاي؟ من البنكرياس. صح. الدم من وين يضخ؟ من القلب. المشاعر من وين جايه؟ النفسيه الشخصيه من وين جايه؟ من المخ. فاي مرض بالمخ اللي هو العقل هو مرض، يعني اذا كان بالمشاعر او بالادراك او بالسلوك نسميه مرض نفسي. فما في فرق بين المرض النفسي والمرض العقلي. جميل. دكتور، يعني سمه القلق سمه الاكتئاب، سمه التفكير الزايد، اعتقد ان هذا سلوك او انطباع او احساس في كل الناس. فهل معقول احنا كل الناس فينا امراض نفسيه ولا انت تقول لا في معدل معين، في حاجز معين اذا تعديته تصنف بانك انت تعاني من مرض نفسي؟ بالضبط. وشنو هو هذا الحاجز؟ يعني هو اذا عرقل حياتي، الحياه الاكاديميه، الحياه الاجتماعيه، الحياه الوظيفيه. فاذا انا عندي قلق من امتحان، انا ما عندي اضطراب قلق، لكن انا اذا عندي قلق من امتحان لدرجه اني ما اروح الامتحان، شكرا، واسقط ويتكرر هذا الشيء وقاعد يستمر اشهر، هذا اضطراب قلق. انا عندي حزن بسبب احداث صارت، هذا مو اكتئاب. عندي حزن وصل الى درجه اني ما اشتهي اكل ومو قادر انام، مو قادر اتواصل مع الاخرين، مو قادر اداوم بالفراش طول اليوم، اتمنى لو اموت بعيد عنكم، هذا اضطراب اكتئاب. شفت اللي قاعد تقول على طاري الاكل، ما ادري فاطمه تشاركين الراي، يمكن في بعض زميلاتك ومثل بعض الزملاء يقول لك اذا انا ضاق خلقي، انا اللي اعرف اللي يضيق خلقه تنسد شهيته، ينسد نفسه. لا والله احنا البنات ناكل مرات العكس. مرات العكس. فاطمه تبي تنوع؟ انا اكل، افتح الثلاجه وبسجل. فشيء نسميه اكل عاطفي، وفعلا لما نشوف المعايير التشخيصيه لمرض الاكتئاب في شيئين ممكن يصير زياده او نقصان فيه، اللي هو النوم، ممكن خلال الاكتئاب النوم يزيد او يقل بس ما يكون طبيعي، وممكن الاكل يزيد او يقل. طبعا ليش الاكل عند بعض الناس يزيد؟ لان لما ناكل بذات شيء لذيذ، بذات شيء فيه سكريات، شنو اللي يصير معنا؟ يصير معنا افراز لماده بالمخ اسمها دوبامين. دوبامين هو موصل اشاره عصبيه يزيد من السعاده. اي شيء هذا اللي موجود بالشوغر، هو مو موجود بالشوغر، هو موجود بالدماغ، لكن يفرز لما تسوي اي شيء يسعدك. فالواحد اللي هو ضايق خلقه لا شعوريا بالعقل الباطن يبي شيء نسميه دوبامين هيت، يبي الدوبامين يفرز بالعقل الباطن. فتسوي شيء يسعدك، اتناول سكريات، فراح يفرز الدوبامين. طبعا يفرز الدوبامين بفتره قصيره، تيني سعاده لحظيه تروح، ارجع للضيقه فقوم اكل، فهي تصير مثل دوامه شرسه. والله انا يا دكتور الدوبامين قاعد يصرخ داخلي كل يوم، مجاب له الثلاجه وروح. يعني واحد ممكن يعوض بالرياضه. صح بالضبط. لان الرياضه على فكره من افضل مضادات الاكتئاب. اوكي الحين دكتور في مغريات. صح، يعني انا الحين مواجهه مثلا موقف معين، في مغريات اللي هي تخلي الدوبامين يرتفع. اوكي يصعد. او انه والله انا لا اختارها بطريقه فيري سمارت وذكيه، اني انا اروح للرياضه، اروح. صح. امشي، اسوي شيء، التامل، العلاقات الصحيه. شلون الشخص العادي الغير مثقف من الناحيه النفسيه والصحيه وكذا انه يختار؟ نبي نعطيهم الحين تمرين بسيط يسوونه. اي يعني احنا نبي الشيء يعني مثل القليل الدائم، تمام؟ يعني الرياضه مثلا، في ناس يسوي رياضه مره بالاسبوع، ساعه، ساعه ونص. في دراسه انا سويتها مع واحد من اساتذتي بكندا لما كنت ادرس، على اثر الرياضه في اضطرابات المزاج، اضطرابات مزاج شديده مثل مو بس الاكتئاب، في اضطراب ثاني يسمي ثنائي القطب وهو اشد. فلقينا هذا اللي يصير فيه كانه الواحد يكون عنده شخصيتين او شيء. لا هو يعني شائع بالاعلام انه شخصيتين، بس اللي يصير انه يصير في نوبات من الاكتئاب ونوبات عكس الاكتئاب. صحيح. سعاده مفرطه واندفاعيه عاليه لدرجه انها تكون يعني مضره للشخص وللناس اللي حواليه. فحتى باضطراب شديد مثل ثنائي القطب اللي هو اشد من الاكتئاب، لقينا ان لما الواحد يسوي رياضه بشكل مستمر، والجرعه اللي لقيناها بالبحث كانت ثلث ساعه خمس مرات بالاسبوع او اكثر. فالقليل الدائم يعني مو ساعة مرتين أو ثلاثة بالأسبوع، ممكن هذا يكون زين لبناء العضلات، بس بالنسبة للعقل الصحة والنفس، الصحة النفسية، الرياضة، المخ، الإنسان ثلث ساعة خمس مرات بالأسبوع بدرجة عالية أفضل من ساعة مرة أو مرتين بالأسبوع. دكتور أسمع دائما مصطلح وكلمة هي اختصار أكيد لجملة، يقول لك هذا يا أخوي قاعد أتعامل مع شخص سايكو. ما ادري سامعها، هذا الشخص يا اخي تعاملي معاه سايكو. نوبه اشوفه مقبل علي بابتسامته الجميله، يهلي ويرحب، نوبه ماد البوز شبري. ويا كثرهم يا ناد. الله يعزك. طبعا شوف الكلمه جارحه ونحاول ما نستعملها. ليش؟ لان تستعمل كلمه سايك، سايك اساسها باليوناني هي الروح.
فالطبيب النفسي هو طبيب الروح مفروض يعني لأن سايكايتري أو سايكولوجي. فاستعمال كلمة سايكو هي كلمة مثل بالعربية أو بالكويت نقول مينون أو خفيف أو خبل يعني كلمة جارحة وتزيد من وصمة العار. حلو. لكن أقول لك شنو الناس يقصدون لما يقولون بالضبط الأوصاف. أي الشخص يقصدون أنه عنده مود سوينجز أو تقلب مزاج. يا سلام عليك. فتقلب المزاج سمة من سمات بعض الاضطرابات النفسية مثل اضطرابات الشخصية، مثلا الشخصية الحدية، مثل الاكتئاب الشديد اللي نسميه ميكس ديبريشن، اللي هو الاكتئاب المختلط نسميه، أو ثنائي القطب، كلها ممكن تكون من سمات تقلب المزاج. وفي ناس لهم عصبيين على فكرة، لما أحد يجيني العيادة ويقول لي أنا تنرفز وايد، تعرفون العادة شنو يكون السبب؟ القلق. العادة الأساس للنرفزة السريعة هي القلق. ليش؟ لأن الإنسان القلق مثل تليفون، المخ اللي عنده مثل تليفون في برنامج معلق وقاعد يسخن التليفون. صح. ماكو أي طاقة، الأنرجي كله قاعد يقل اللي هي البطارية. ليش؟ لأن برنامج شغال على طول بمخ الإنسان يكون شنو؟ التفكير الزائد والقلق. فإذا أي محفزين يستفز، ما عنده مثل كوب قاعد تصب فيه ماي وخلاص عينه جاهزة للاستقبال، ما عنده أي مجال لاستقبال أي شيء ثاني فيتنرفز بسرعة. دكتور آسف بس القلق وايد قاعد تقوله، آسف فاطمة وايد قاعد تقول القلق، إنزين شنو الحل للقلق؟ يعني شنو اللي أقدر أنا أسويه عشان ما أوصل لهذه المرحلة اللي قاعد تتفضل فيها دكتور؟ حلو. في بعض الناس يقول لك أبي أتفادى الضغوط، وهذا شيء مو منطقي ولا واقعي. ليش؟ أنا ما يعني الضغوط جزء من الحياة، سواء من الأخبار والمجتمع أو حياتنا اليومية، فهو نسميها stress management أو إدارة الضغوط. شلون أدير الضغوط؟ أول شيء لازم أكون عندي بالانس أو توازن داخل نفسي، ويبدي بالأشياء البسيطة. وايد ناس أشوفهم ليلهم نهار نهارهم ليل، ماكو وقت للصحيان ماكو وقت للنوم، يبدي بالشيء هذا. ثاني شيء الرياضة بشكل مستمر. ثالث شيء هل عندي علاقات سامة بحياتي ولا علاقات إيجابية؟ هل عندي توازن بهواياتي؟ هل أنا طول اليوم على التلفزيون وعلى السوشيال ميديا، ولا أسوي بالانس أو توازن بين هالأشياء وبين القراءة وبين التواصل مع الآخرين وبين المشي وبين التأمل وبين الكتابة والقراءة؟ يعني فتوازن الحياة هو أساس إدارة الضغوط. ثم شيء ثاني، إن أنا دائما أكون واعي إن كل شيء بالدنيا يزول، كل شيء بالدنيا يزول بما فيها الضغوط، ولذلك ما أحط كل همي بشيء واحد، وأي ضغط يجيني أفكر إنه هو دائما ممكن يزول. هذا لما نتكلم عن القلق كطبع. زين الحين اذا القلق وصل درجه مرضيه لانه هو متوارث، يعني مثل في اضطراب نسميه اضطراب القلق العام، جنرالايزد انكزايتي ديسوردر، الشخص اللي عنده هذا الاضطراب دائما يكون قلق، دائما عنده اوفر ثينكينج او تفكير زائد، دائما باله يروح لأسوأ الاحتمالات، يرن التليفون احد مات، احد يقول له يا فلان شنو صار شنو. فهذيل الناس خلقة عندهم القلق، ويزيد مع الوقت، والعادة على فكرة يتزايد بالذات عند النساء بين السن 30 و50. في دراسة على هذا الشيء. سؤال دكتور، الشخص القلق أو أنت اللي عنده اضطراب قلق أو اللي يفترض الباد كيس سيناريو، هذا الورست كيس سيناريو، هل هو يدري ولا ما يدري؟ خوش سؤال، خوش سؤال، اللي هو نسميه الاستبصار، هل هو واعي لتصرفاته أو تفكيره ولا لا؟ في بعض الاضطرابات النفسية الشخص يفقد الاستبصار، هذه أشياء ثقيلة مثل ثنائي القطب والفصام. لكن باضطرابات القلق والاكتئاب العادة الإنسان يكون محافظ على الاستبصار، أو عنده استبصار جزئي، يعني هو واعي أنه هو قلق بس مو واعي لأي درجة، الناس اللي حواليه واعين لأي درجة. فمرات يعتمد على الناس اللي حواليه يقول لك لا ترى أنت الموضوع زاد. مرات من الأشياء اللي نشوفها واللي تكسر الخاطر، القلق يصير على الصحة، تشوفون احد مثلا دائما يراجع الطب بشكل زايد، يروح حق الطبيب يقول له ما فيك شيء، تحاليل كلها سليمه. صح. ويراجع ويكمل، ويمكن اخطا، يمكن تحليل غلط، ما يوقف، وبصير حياته كلها مراجعات وصرف فلوس على اختبارات على هالامر. دكتور في مفتاح ملف ايضا لا يقل اهميه عن اللي ذكرته، موضوع السوشيال ميديا، لكن استاذنك سعود بس قبل التقرير في جزئيه صغيره، قصه اللي دائما حتى نسمعها، يقول لك بعض الجراحات او بعض العمليات او بعض الامراض الله يكافي الشر، نص علاجها وجزء كبير من علاجها جانب نفسي. شنو المقصود بهذا الامر دكتور؟ بالعمليات؟ يعني الحين بعد العمليه قبل العمليه تشافي، يقول لك اي داره من الجانب النفسي، نص الـ 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 يعني انك يطيب من الجانب النفسي. صحيح، لان يعني شوف مخ الانسان وزنه 2 كيلو ياخذ 25% من طاقه الجسم، فاذا هو شغال بزياده عن اللزوم بسبب قلق او سبب اكتئاب راح ياخذ اكثر من طاقه الجسم، فالانسان راح يكون دائما عنده خمول ويحس بارهاق وما راح يعني يتعافى ولا يكون في عاده تاهيل.
شيء ثاني الطاقة الإيجابية، التفكير الإيجابي، الإحساس الإيجابي راح يخلي الإنسان يسوي الأشياء اللي تخليه يتعافى، مثل الرياضة، مثل الفيزيوثيرابي، مثل الأكل الصحي. فتوازن يعني احنا نقول العقل السليم بالجسم السليم، ترى العكس صحيح، الجسم السليم يصير لما العقل يكون سليم. بالضبط. ويمكن العكس أهم على فكرة. يعني دكتور، يعني ذكرت أن شلون الواحد يتقلب هذه على المشاعر السلبية، لكن يعني احنا بنطلع الحين بنشوف تقرير، لكن قبل التقرير بقول لك يعني في ناس وايد يقولون أن يعني إذا شافوا شخص وايد إيجابي وايد متفائل أن هذا مو معانا على الدنيا. صحيح. وهذا إيش فيه مهبول ولا كذا. وهذا الشيء اللي قاعد نشوفه إحنا بالسوشيال ميديا. يعني هل فعلا السوشيال ميديا مؤثرة على الصحة النفسية؟ بنشوف هذا التقرير دكتور مع بعض وبنرجع. الواقع يقول غير اللي احنا شفناه. الموضوع اكبر واشمل من كذي دكتور. اصبح حتى اسر تدمرت. راي الفلانه سفر فلانه هالديره الفلانيه انت ليش ما وديت؟ مثل ما زوجة اخوك اخوك وداها. ولد عمي ابوه شرى له كذي انت ليش ما شريت لي؟ صار العمليه مقارنات. وليش ما شريت وليش ما سفرت؟ أسر تدمرت دكتور. يعني جواب السؤال هل في تاثير مباشر بين السوشيال ميديا والصحه النفسيه؟ والجواب نعم بالجهتين. إيه؟ بالإيجابي وبالسلبي. أعطيكم بحث أول شيء نبدي بالسلبي نبدي بالسلبي بعدين نروح على الإيجابي شوية عشان نغير ونطلع. بالسلبي في شيء تكلمنا عليه بالبريك اللي هو التوكسيك بوزيتيفيتي أو الإيجابية السامة. شنو المقصود فيها واللي ذكرته كذلك؟ اللي هو أن الواحد يقارن على طول. صح. المشكلة أن الصورة اللي احنا نشوفها بالسوشيال ميديا حق أي إنسان مشهور أو ناجح أو يسافر أو يأكل أو يلبس هي شق من حياته، جزء مقتطفات من حياته، ممكن بس الأشياء الإيجابية. لو تسأل هذا الشخص برا السوشيال ميديا هل حياتك كلها كذي؟ حقولك أكيد لا. منو قال لك أن حياتي كذي؟ مو منطق أن حياتي كذي. لكن أكيد ما راح أحط الجانب السلبي من حياتي، بالذات إذا هذه وظيفتي. بالضبط. إذا أنا مؤثر بالسوشيال ميديا أو فاشن آيكون أو يعني لازم أدعي أو أبين هذا الجزء الإيجابي. أدعي هذا شغلي أنا. أبين الجزء الإيجابي. يعني أقولك شيء يصير معي أنا. الحين انا بوجودي بالسوشيال ميديا شنو؟ طب. صح. ما يعني السوشيال ميديا يعني يمكن عندي اكونت خاص فيني بس حق اهلي وما حد يعرفه. ممتاز. واللي احط فيه سفر وعيالي بس بالسوشيال ميديا شنو؟ كله طب. لما يجيني مراجع وايد مرات يقول لي دكتور انت فرندلي اكثر بالصج من السوشيال ميديا. اقول ليش انا بالسوشيال ميديا مو فرندلي؟ فطالع بالسوشيال ميديا نفسي اقول صح انا كله قاعد اتكلم عن مواضيع نفسيه. فشخصيتي بالسوشيال ميديا شخصيه بروفيسور دائما قاعد ادرس. فالشخص اللي يجيني ماخذ هالصوره بس. بس انت لازم انت يعني كاي انسان لازم يكون عندك وعي ان الشخص مو هو بس هذا. المشكله اللي تصير المثال اللي ذكرته كم بالميه المشهور في السوشيال ميديا او اي شخص مؤثر في هذه وسائل التواصل الاجتماعي قاعد يظهر لنا من الحقيقه نفسيا؟ يعني ما اقدر اعطيك رقم بس اذا بتوقع يمكن يعني اللي نشوفه بالسوشيال ميديا هو 10-20% من حياه هذا الشخص. وفي اشياء ايجابيه وسلبيه ومحايده في حياه الانسان احنا مو قاعد نشوفها. قاعد نشوف مثل ما يقولون بالانجليزي ذا تيب اوف ذا ايسبرغ. يعني فاعتقد لازم يصير عندنا وعي كمجتمعات ان انت قاعد تشوف مقتطف من حياه الانسان بالسوشيال ميديا. مثل الممثل لما تشوفه قاعد يمثل دور معين. يعني يمثل دور شرير، هل هذا الانسان شرير؟ لا، قاعد يمثل هذا الدور. واذا على فكره حسسك انه شرير معناته هو ناجح شاطر بشغله. بس اللي قاعد تقوله هذا بالتمثيل. انا بالاخير يعني حتى وانا قاعد اتابعه انا ادري ان هذا ممثل، لكن اللي قالته فاطمه وايد مهم. ان الناس قاعده تصدق وتقارن بس. وفي جزئيه وايد مهمه قالتها فاطمه. يعني ابي اجابتك. قالت شغله وايد مهمه ان الناس اللي حتى لو يضحك ويبدي انه ساعاته ايجابي، يعني هو مو قاعد يدعي. هو بالفعل قاعد ينشر ايجابيه. سعيد يقول هذا شيء مو عايش انا بالدنيا. اللي قاعد تقوله صدق كلامه. يعني مره ثانيه ارجع لموضوع الوعي. يعني حتى هذا الانسان اللي هو دائما سعيد دائما اكيد يعني في اوقات يكون حزين. ماكو احد سعيد طول الوقت، ما يكون انسان. وعلى فكره ما في احد يعني ما يحزن ابدا. تمام. اصلا اذا انت ما تحزن ما راح تعرف شنو معنات السعاده. لازم يكون عندك وجه للمقارنه. ف يعني احنا لازم نكون واعين الى ان انت قاعد تشوف جزء من الحقيقه بالسوشيال ميديا. ارجع للجانب الايجابي، في دراسات اثبتت. احنا بدينا بموضوع تثقيف الناس بالصحه النفسيه،
في دراسة كبيرة بكندا سووها ان هذا قبل انستغرام ايام تويتر، بس سووا دراسة ان حطوا تويتات من مشاهير حول ان يشجعون الشباب اذا صارت عندك مشكلة نفسية راجع، مو غلط ومو عيب، صح. ولقوا ان المراجعات عند الفئة العمرية اللي هم يستعملون تويتر بذاك الوقت هم الشباب، الحين صار اكبر، ان صارت عدد المراجعات بالعيادات النفسية اعلى لاسباب صحيحة، مو اعلى بس كذي. فطلع ان في وايد ناس كانوا محتاجين يراجعون وكانوا مترددين يراجعون ليه، ما شافوا احد مشهور يقول انا راجعت، انا كان عندي مشكله ورحت وانحلت، فشجعهم ومو شجعهم، قال لهم ترى مو غلط ولا عيب ولا راح يكون عليك مسمى انك مجنون ولا يخرع الطب النفسي. فعلا. تعرفون يصير معانا كلنا كاطباء نفسيين لما الواحد يدخل عندنا بالعياده خايف منك، خايف منك، عباله ان انت راح تقرا كل شيء فيه من غير ما هو يقول لك شيء. كل الخزعبلات اللي حول الطب النفسي عباله انه لازم ينسدح على قنفه. اي والله هذه الكهرباء وكل هذا، يعني وايد ناس يقولون كنا مو طبي عادي. الفرق انه بدل ما انا احط سماعه اسمع او اسوي تخطيط قلب، قاعد اسال عن أسئلة تخص النفسية، تخص الإدراك، تخص السلوك، وبعدين نوصل إلى تشخيص ونحط خطة علاجية نفس أي مجال آخر بالطب. زين دكتور، في طبعا أسئلة وايد قاعدة لنا في السوشيال ميديا. أحد الأسئلة ويعني سؤال جدا يعني to the point، شلون أقنع مريض الذهان زهايمر بأخذ الدواء، أو هل أو أنه يعني أدخله الطب النفسي، دخول الطب النفسي ينفع معاه للعلاج أو لا؟ خلينا نوضح للمشاهدين شنو معنات الذهان. الذهان ترجمة بالعربي لمصطلح بالإنجليزي سايكوسس. سايكوسس اللي هو عرض، هو مو مرض، هو الانفصال عن الواقع. فالشخص اللي عنده ذهان العادة يكون عنده ضلالات فكرية، صح. اعتقادات خاطئة فكرية، مثلا إن أنا السي آي إيه قاعد يلحقوني، ولا إن في مايكروتشيب فيني، ولا الإيليينز وراي، ولا يعني نظرية المؤامرة، أو بالعظمة إن يعني مثلا أنا عندي قدرات خارقة، أو فهذا يكون جزء من مرض. فالذهان هو عرض مثل الكحة، صح. كحة ممكن تصير، هذه بس حق الكبار صح؟ لا هذاك الزهايمر. زين، فاحنا نتكلم الذهان عرض، ممكن يصير بالزهايمر، ممكن يصير بثنائي القطب، ممكن يصير بالفصام، العاده يصير اكثر شيء بالفصام. فالمشاهد قاعد يسال الحين الشخص اللي عنده ذهان شلون اقنعه انه ياخذ الدواء، لان اكثرهم ما يكون عنده قناعه انه عنده مرض، صح. بس قلنا كلمه الاستبصار، اكثر الناس اللي عندهم ذهان ما يكون عنده استبصار ان عنده ذهان، ما عنده ادراك او حس انه يعاني من هذا الاضطراب، وهذا عدم الاستبصار هو احد الاعراض، وهذا اللي يخلي الموضوع تركي شويه. فاذا شلون انا اقنعه؟ وايد مرات ما تقدر تقنعه، للاسف يصير الحل ان هذا الانسان فقد الاهليه، فاذا انا لازم اصير اهليته. لما اقول انا قصدي الاهل او الطب لازم يكون اهليته، فاذا حاله شديده جدا لازم يدخل المستشفى، واذا حاله متوسطه ممكن الاهل لازم يخصبون انه ياخذ الدواء الى ان يتحسن. لما يتحسن شنو يتحسن كذلك؟ احنا قلنا الاستبصار احد الاعراض، فالذهان لما يتحسن الاستبصار يتحسن، صح. فانا اخصبه على الدواء بالبدايه، لما يتحسن راح هو ياخذ الدواء بروحه لان الاستبصار راح يرجع. دكتور انا يعني مو قصدي ضد الناس اللي بحاكيك عنهم، لكن ابي توعيه حق هالمشاهد الكريم. في اطار السوشيال ميديا اكثروا الناس اللي تحت مسمى لايف كوتش، ما احنا ضد ولا انا عندي عقب مع هالناس، لكن البعض خلاص صار عنده هاجس او الامر كانه هو الدكتور. نعم. الناس قامت تتواصل معه، ترى يكون شهادات او شيء، دورات خذاها اونلاين وطلع حق الناس، حافظ له حكمتين، البعض حافظ له حكمتين، بيتين شعر، تجارب قد يكون هو مر فيها، ويمكن عنده كاريزما، وعنده الكاريزما اللي ممكن يسحب فيها ناس. في ناس ارجع اقول انا ماني ضد، لكن كنوع من التوعيه، الشخص اسلم ليروح للدكتور المختص او هذيل الفئه او المجموعه لا باس بهم. يعني شوف، انا اؤمن وبشده بجميع مجالات الحياه ان الواحد يظل بتخصصه. لما انا انسال بالزواره عن مجال بالطب غير مجالي، مرات اعرف انا دارس طب وجراحه قبل طب نفسي، فاذا اعرف الجواب العام راح اجاوب، اذا ما اعرف راح اقول سالوا او خلي اسالك صديقي اللي هو طبيب غدد مثلا ولا جراح. فانا حتى داخل مجال الطب ما راح اتفلسف اذا انا شيء ما اعرفه. فاذا اللايف كوتش الواحد يروح له لانه يبي كوتشنج، شنو قصدي كوتشنج؟ تحفيز لشيء معين بحياته، لانه يضع خطه، لانه يحط هدف، لانه يغير وظيفته، لان وبالذات اذا لايف كوتش ما اخذ شهاده، مو دورات اسبوع، لا يعني احد متمكن متمرس ما اخذ شهاده، ما اخذ اعتماد من هيئه عالميه، ما في مانع. بس انا ما راح اروح لطبيب ولاده عشان يعالج الغده الدرقيه،
نفس الشيء ما راح اروح حق لايف كوتش حق مرض نفسي، ولا راح اروح حق طبيب نفسي عشان يوجهني شنو الوظيفه اللي اختارها. انا ما اعرف شنو الوظيفه اللي تختارها، ما درستها. انا درست الاضطرابات بالمخ المؤثره على السلوك والادراك والمشاعر، واعرف اعالج بالعلاج الحواري والعلاج الدوائي. برا كذي روح حق تخصص اخر. تمام. فانا يعني الجواب السؤال على اللايف كوتشنج انه خل كل واحد يظل مجاله. للاسف نشوف المخالفات هذه بمجال اللايف كوتشنج اكثر من مجالات اخرى، مو كل اللايف كوتشز، بس تشوف وايد لايف كوتشز يطلع برا مجاله، ما تشوف الطب النفسي يطلعون برا مجالهم. صح. صراحه ما شفت. هو يقول لك انا عوقي مو عوقي، يقول لك انا اوصف، انا احكي، انا ما اوصف روشته او ادويه. بس شفنا ناس يقول لك لا تروح حق الطبيب النفسي. انا عمري ما قلت بحياتي ما قلت حق احد لا تروح حق لايف كوتش. انا اقول حق احد لا تروح حق لايف كوتش حق علاج نفسي. صح. بس عمري ما قلت حق واحد لا تروح حق لايف كوتش. بس وايد اشوف لايف كوتشز للاسف يقول لا تاخذ دواء السكر، لا تروح حق الطبيب النفسي، لا تسمع كلام فلان، لا تسمع كلام، اسمع كلامي. وهذا انا بالنسبه لي طبعا مره ثانيه ما نعم، في ناس ممتازين. صحيح. وانا اعرفهم شخصيا. صحيح. بس البعض اللي يسوي كذي هذا دليل على عدم العلم وعدم الحكمه. الانسان اللي يعتقد انه هو يعرف كل شيء هو يعرف ولا شيء، وكل ما الواحد يزيد بالعلم كل ما يعرف ايش كثر هو يجهل. برافو عليك. فعلا دكتور، يعني على يعني طاري السوشيال ميديا وتاثيراتها طلعت لنا مصطلحات جديده ويمكن احنا قاعد نعيشها. الفولو. فولو. يعني انا واحده من الناس. ايه؟ اول ما اقوم من النوم اشوف شنو طايفني بالتليفون. ايه؟ هذا الفير اوف بينج اوف لاين. ايه يعني اللي هو يشابه الفير الفومو اللي هو الفير اوف ميسنج اوت. ايه. وساعات مثلا اذا صرت في مكان ما عندي فيه نت. ايه. احس في شيء ناقص في الدنيا. ايه. او عندك بعد الفومو. يعني فير اوف ميسنج اوت. صرنا بعصر في كل الاختيارات. إيه يعني فنبيها كلها. بالسفر صرت ما انام، ما ابي شيء يطوف. هل هذا مرض نفسي ولا ارتباط بالحياه اكثر؟ هو بالتاكيد مو مرض نفسي، يعني ما يدخل بالمعايير الامراض النفسيه. انا اعتقد هي خلينا نقول ظاهره صحيه او ظاهره سلوكيه صارت في العصر هذا. اللي هو عصر يعني ما عندي كلمه احسن، بس عصر تدلعنا فيه كبشر. شنو اقصد؟ سابقا ما كان عندنا الدخل والرخاء اللي الانسان بالدوله متقدمه عنده اياها اليوم، فما كان عندك كل الخيارات. فكان تفكير الانسان ان انا اعيش قوت يومي، اربي عيالي. والحين لما عندك كل الاختيارات فانت تبي تجرب كل شيء، بالذات اذا كل شيء قاعد يجيك بدعايه والناس قاعد تسوق لك اياه والسوشيال ميديا قاعد يسوق لك اياه، فتبي تجرب كل شيء. تاثير السوشيال ميديا والتليفونات والسمارت فونز وهذا لما قلتي الفولو اللي هو الفير اوف اللي هو being offline او شيء. Yeah. صار مثل ادمان. يعني الادمان ممكن يكون على ماده بعيد عنكم، مثل يعني خلينا نقول مو شيء شديد، يعني مثل السجاير او الكافيين. زين. او ممكن يكون على سلوك. يعني مو اكو ناس عندهم ادمان بعيد عنكم عن على القمار. اوكي، ممكن يصير عندي ادمان سلوكي معين. فاليوم اذا انا طول الوقت استعمل التليفون، طول الوقت انا اونلاين، متعود على هذا الشيء. على فكره وايد صعب نقاوم. ليش وايد صعب نقاوم؟ لانه موجود بجيبنا كلنا وصار هو النورم، الكل يستعمله. حتى بالطياره الحين في انترنت، وانترنت سريع. فاحنا نرجع للنقطه اللي قلناها بالبدايه، شلون اوصل للبالانس، للتوازن. الواحد لازم يكون قوي مع نفسه بحيث انه يحاول يجدول يومه لصحته النفسيه. فاذا انا طول حياتي اونلاين، طول وقتي اونلاين، مو قاعد اتواصل مع اخرين اللي قدامي بالحقيقه. بالضبط. او اسرتي، هذه مشكله. دكتور يعني طبعا كلنا نقع فيها، انا اقع فيها. حتى طلعنا تقرير فاصل على طول قضبنا تلفوناتنا قاعد نباله. لكن الحديث معك حتما ممتع لكن بايجاز، لان احنا وصلنا الى قفال هذه الحلقه. تمام. هل نملك معدل حقيقي لنسبه القلق والاكتئاب اللي عندنا؟ ليش اسالك هذا السؤال؟ شئنا ام ابينا احنا اصبحنا شعب يتذمر. نعم. مع حق مو مع حق. مو هذه فكرتي. هذا التذمر، هذا القلق اللي قاعد يعيشونه، هل نملك هذه النسبه الحقيقيه من اللي قاعد نشوفه؟ اللي يقول لك زحمه، اللي يقول لك شوارع، اللي الجو يقول الجو. عندنا نسبه حق مرض الاكتئاب. طبعا مثل ما عرفنا مساء، مو التذمر والضيقه، لا، مرض الاكتئاب يصل الى تقريبا 8% باكثر المجتمعات، بما في مجتمعنا بالكويت في دراسه على هذا الموضوع. اضطرابات القلق، اضطرابات القلق اللي هو القلق العام، نوبات الهلع، القلق الاجتماعي، يصل الى 12% 15% ببعض المجتمعات. طبعا هذا نسميه لايف تايم بريفالنس. لايف تايم بريفالنس اللي هو اصابه الانسان على مدى حياته، مو انه هو طول الوقت عنده. لان الواحد ممكن يكون عنده اكتئاب فتره، مرض اكتئاب فتره ويروح، او مرض قلق فتره ويروح،
مو دائما هو يكون مرض مزمن. فالارقام هذه اللي اتكلم عنها اللي نسميها اللايف تايم بريفالنس، على مدى حياه الانسان. احنا كم نسبة عندنا تقريبا اذا تملك؟ مثل ما قلنا 8%. 8% 8% بالاكتئاب، مرض الاكتئاب. إيه؟ مو الحزن. الحزن 100% في اوقات. ليش؟ لان الحزن شعور انساني طبيعي، مثل ما اقول لك الفرح 100%. عرفت؟ كل انسان راح يمر بفرح وحزن، فالاكتئاب كمرض غير. والقلق دكتور؟ القلق اعلى، يوصل الى 12-15%. اعلى. نتمنى ان شاء الله السلامه التامه للجميع يا رب العالمين. وجودك وعلمك ومعرفتك وطرحك راقي كشخصك الراقي. شكرا للدكتور محمد على وجودك المحبب بالنسبه لنا، ويا رب تكون الفائده عمت للمشاهد الكريم باذن الله. ان شاء الله. مشكورين على جهودكم. شكرا لك دكتور، اليوم وايد استمتعنا في الحوار مع يعني الدكتور، ووضح لنا وايد نقاط احنا كنا غفلانين عنها. مشاهدينا احنا مكملين معاكم باقي فقرات برنامجنا، لكن طالعين فاصل ونرجع لكم.